بس حلو سواق ما شاء الله عليك. سواق برامج. في مثل دائم يقولون الشبان عندنا لو يصفون واحد يعرف يسوق يقولون لهم تعلم من برامج. لا تحتاج أن تحفر في الأرض أو تستعين بالأقمار الصناعية من أجل أن تستدل إلى البحر المتلاطم من التاريخ والبلاغة اللذين عرفهما العرب حق المعرفة، ولكنهم لم يستدلوا إلى الآن على أمكنتها الطاوية على عدد لا نهاية له من أسماء النبات والحيوان والصخر والرمل، أسماء تصنع واحداً من أكبر القواميس الحية التي تكشف أرضاً لا شبر فيها إلا وأقامت فيه بلاغة العرب ومعلقاتهم أو مرت به على الأقل. كل هذا صنع تاريخاً من الكلمات التي سكنت الوجدان العربي دون أن يعرف العرب طريقاً لها، فبقيت في تراثهم سابحة في الخيال الفسيح، بينما هي موجودة إلى اليوم وقريبة أكثر مما نتصور. من أجل هذه البلاغة المتناثرة في كل زاوية شدت قافلتنا الرحال لتقطع أكثر من 23,450 كيلومتراً، بدأت من الرياض ثم تعود إلى الرياض ومن ثم المنطقة الشرقية، فالانتهاء في الرياض مجدداً. امرؤ القيس إلى الآن يعتقدون أن هناك مرافق من الشياطين من الجن لشاعر يلهمه ما يقول. فامرؤ القيس الجني التابع له اسمه لافظ ابن لاحظ، أيضا عبيد ابن النابغة الذبياني الشيطان حقه من الجن اسمه هبيد بن الأصلم، عندنا أيضا الأعشى اسمه وثال. كل شيطان يفتخر، وكل إنسان يسمي، كل الشعراء في الأدب العربي يسمون أنا شيطاني فلان، حتى الجرير في العصر الأموي يفتخر على الفرزدق وغلبه بقوله، يعني يقول أنا غلبتك ليش؟ يقول وشيطانه من الجن أنثى وشيطاني من الجن ذكر. عيد اليحيى ليس بحاثة أو أستاذا جامعيا فحسب، بل هو، وهذا هو المهم في الأمر، يحمل في داخله تفاصيل الأرض وما عليها حتى تحولت إلى جزء من وعي يصحو معه وينام. لكل هذا تقدم اليحيى القافلة دليلاً وعارفاً بالطريق التي تؤدي إلى التاريخ والآثار التي تقود إلى البلاغة. وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل، فقلت له لما عوى إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تمولي، كلانا إذا ما نال شيئا أفاته ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي. نعم يهزلي، يقول إن هذا الوادي اللي قطعته وحيد ما فيه أحد خالي، وهو كجوف العير، والنقاد وقفوا طويلاً ولم يفهموا معنى جوف العير. جوف العير هو ذكر الحمر الوحشية عندما يسلخونه، هو عريض، ضلوعه عريضة ثم يضيق صدره حتى قلبه. فهذا الوادي اللي قطعه امرؤ القيس أوله وسيع يغري للدخول إليه، ثم يضيق ولا يوجد فيه أنيس إلا فوق الصخرة ذئب يعوي كالخليع المعولي. والخليع هنا أيضا مهم، امرؤ القيس ما يقول شيء إلا له معنى، الخليع هو الذي خلعه قومه لخبثه.
ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم بالعيكتين لدى معد بن براق. لا شيء أسرع مني ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاقي. هذا الريد يعني الجنبين بين الجبال، الريع بين الجبال يسمى ريد أو ريد. يقول لا طير ولا السراع ولا أسرع قبيلة بني بجيلة الذي أغروها بي وضحكت عليهم، حتى الطير لم يسبقني عندما نجا منهم. وهنا يدل على عزة نفس تأبط شره وعلو نفسه، وأنه يظن بخلته عن الذين لا يريدون. من الرياض توجهنا إلى اليمامة ومنها إلى الأفلاج، حيث قصة الحب العربية الأشهر في التاريخ قيس وليلى. جبل الثوبان حياك الحياة وسقى الله سبانا ورعا في كلا. يقول قيس: تعلقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم صغيرين نرعى البهمة. ليت أننا لم نكبر ولم تكبر البهم. ليت أننا لم نكبر ولم تكبر البهم. المحطة التالية كانت قرية الفاو مملكة كندة، أولى محطاتنا مع امرئ القيس. هذا العماد اللي فيها. طبعا مملكة الفاو كانت مندفنة في الرمال، وفي عام 1940 أحد عمال رامكو أو أحد المكتشفين الجيولوجيين رامكو اكتشفها، ومن بعد توالت عليها الزيارات وزارها أول من زارها من الرحالة الإنجليز عبد الله فيلبي المستشار لدى الملك عبد العزيز، ومن بعدها توالى الاهتمام بها وهي تحتاج طبعا مزيدا من الاهتمام. بعد سقوط دولة كندة سيطر بعض ملوك اليمن على هذه المدينة للسيطرة على التجارة، والملك آكل المرار حجر بن آكل المرار هو جد آكل المرار هو اللي هاجر من هنا إلى شمال نجد إلى منطقة وسط نجد، حيث ولد شاعرنا امرؤ القيس الشاعر صاحب المعلقة المشهورة اللي أول من وقف وأول من بكى واستبكى: كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحم. لذلك هو سمي الملك الظليل لأنه ابن ملوك ابن حضارة ضاربة في القدم. الله، شوفوا المناظر يا جماعة. من أجل لبيد بن ربيعة تحركت القافلة إلى الخانق حيث درب البخور أيضا. يقول لبيد بن ربيعة: فصوائق إن أيمنت فمظنة، فوحاف القهر فطلحامها، لوادي طلحام في يدمة. الآن حنا في وسط جبال سلسلة جبال القهرة، وهي جبال من الصخور الرملية ساندستون، لكنها صخور رملية صلبة كما يقول عالم الجيولوجيا الدكتور عبد الله الوليعي، ليست مثل الجبال الرملية الفتاتية اللي موجودة في العلا وفي شمال حايل. هذه جبال رملية لكن ليست فتاتية بسبب أن أكسيد الحديد مغطي عليها بطبقة سوداء خفيفة. فقافلة نوار اللي هي عشيقة لبيد بن ربيعة جاي من هنا، جاي نحو الجنوب متجهة إلى اليمن، ولا يمكن أن تدخل لليمن إلا من هذا الطريق. هذا الطريق
بين تلك الجبلين، بين هذين الجبلين، يذهب إلى كذا إلى يدمة اللي هي وادي طلحام، ثم إلى اليمن. لكن هذا الوادي أيضا فيه هذا المدخل فيه رسومات كثيرة، هو عبارة عن متحف مفتوح. ما بين هضبة وواد وسفح وجبل، ما بين تضاريس يندر تنوعها، تنقلت القافلة من برد قارس وشمس قاسية إلى مطر لا يتوقف وعواصف تعذر معها حتى تثبيت خيمة. نحن الآن بين الرس، مدينة الرس وجبل سواج، لكن نواجه عاصفة ترابية وغبارية شديدة جدا، فالأرض لون الأرض ولون السماء صار واحد. مع هذا احتفظ الجميع بالشغف وروح المرح التي بصمت الرحلة ببصمتها. خوندات يلي ما بعد عاشرن، قل له تراهن بالهوى يذبحنا، مثلي ومثلك يا المولع خذنا، عزي لي من مثلي توقع بلا فات. دندرن عدن. أكملت القافلة رحلتها على خطى العرب، فواصلت التحرك إلى وادي الدواسر إلى ليلى الأخيلية. فكان بومة متقية في الظلال، هلا نائمة، والبوم لا يطير في النهار إنما في الليل. فلما رأت البومة اضطراب الهودج وعلى البعير، لأن ليلى تحاول تكشف الستر وتسلم على قبر توبة، طارت البومة، والبومة حجمها كبير، فجفل البعير واضطرب وأسقط الهودج، وسقطت ليلى الأخيلية على رأسها فاندق عنقها وماتت رحمها الله. فلذلك ربما صدقت أبيات توبة لما قال: ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها من جانب القبر صائح. كانت أرض ليلى الأخيلية رملية وعرة، فغاصت السيارات في الرمال ولم تخرج منها إلا بعد ضياع نصف يوم. ليكتمل يوم المصاعب، ضاعت في الطريق إلى قوباء إحدى السيارات، ولم يعثر عليها الفريق إلا بعد ساعتين. خلاص كذا هوا. لا 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 ادعس. لا خلاص. صباح اليوم التالي اتفق الفريق مع مالك للإبل بأن يلحق القافلة إلى وادي الدواسر، تحديداً إلى جبال الدخول في عمق الصحراء لأكثر من 200 كيلومتر. هناك أدى عيد اليحيى دور امرئ القيس على أكمل وجه. وقوفاً بها علي صحبي مطيهم، يقولون لا تهلك أساً وتجملي، وإن شفائي عبرة مهراقة، فهل عند رسم دارس من معولي. جزء من الرياح لم تجري مثل ما يجب، خانت قائد الجمل المرافق لجمل امرئ القيس البلاغة، فاستعصت عليه جملة لم يكن يحسب حسابها: لا تهلك أسا وتجملي، لا تهلك أسا فتجملي، لا تهلك أسا وتجملي.
على طريق امرئ القيس مضت القافلة، فوصلت جبال المقرات ثم شمالا إلى جبال الدخول وحومل. امرئ القيس أتى إلى هنا بعد غياب طويل، هو وأصحابه اللي استبكاهم وأبكاهم في الدخول وحومل وتوضح، ثم هذه المقراة وجد أطلال الحبيب، وجد أثار عنده الشجا، بعث الشجا عنده، إن الشجا يبعث الشجا، نعم الشجا يبعث الشجا. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وهذه هي هضاب الدخول، جبال جرانيتية حمراء اللون بارعة الجمال، يوجد بداخلها كهوف وموارد مياه قديمة جدا، ويوجد محطة بنزين تشتغل على حسب، إذا الأرض فيها ربيع يجون أهل الإبل لهذه المناطق، وإذا الأرض ما فيها ربيع تقف هذه المحطة. بعد انقطاع تام عن العالم الخارجي استمر لأربعة أيام، وصل الفريق إلى جبل يذبل، ثم اتجه غربا إلى محمية محازة، ومن بلدة ظلم إلى محازة الصيد. محازة الصيد تقع قبل الطائف بمئتين وخمسين كيلومترا، وكان التوجه لها بقصد تتبع الحيوانات البرية التي تكرر ذكرها في معلقة امرئ القيس. لاحقت القافلة ذكر النعام الذي شبه امرؤ القيس ساقيه بساقي حصانه، وكان الحظ مبتسما في ذلك اليوم المشمس، فوقعنا على حضن من بيض النعام. خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي، خرجت فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطني خبت ذي عقاف عقنقلي، هصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل، مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل، فهي بيضاء يخالطها صفرة كبيض النعام، وأيضا هي بيضة خضر من الأصل، لكنه لما قصد بيضة خضر ليست بيضة دجاجة أو بيضة حمام، إنما بيضة نعام. الشنفرة، الشاعر الذي اختلطت سيرته بين الواقع والخيال. على خطاه سارت القافلة منطلقة من الطائف باتجاه الجنوب على طريق أبها، والهدف مدينة الباحة. ما اسم هذا الوادي يا دكتور؟ هذا هو وادي دحيس، وقد ورد في بيت للشنفرة يقول فيه: قتيلة فخار أنتما إن قتلتما بجنب دحيس أو تبالت فاسمعا. قتل اثنين من سلمان. نعم، قتل اثنين من سلمان في هذا الوادي. ثم يكمل المعاني الأخلاقية العظيمة في لميته ويقول: وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل، والعيطل الطويلة وهي صفراء القوس، هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نويطت إليها ومحمل، إذا زل عنها السهم إذا زل